السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حبيت أقول في المقدمة الصلاة الإبراهيمية الصيغة بتاعتها اللي احنا بنقولها في التشهد الأخير لفضلها العظيم. هنقل مع بعض النهاردة، هنعرف مع بعض الصلاة الإبراهيمية وفوائدها، وده كنت قلته في فيديو في سابق على القناة، ارجعوا له. تجربتي مع الصلاة الإبراهيمية، الكل اللي يعرفني المتابعين اللي معايا في القناة، أنا عاملة القناة بقالي 4 سنين، من سنة 2020، من سنة 2020 لحد سنة 2024 أنا كان معايا 1000 مشترك بس، وجبتهم بأعجوبة، يعني 1000 مشترك حققت بيهم شروط اليوتيوب. من اول سنة 2024 من شهر 1 لحد شهر 5 انا بقى معايا دلوقتي حوالي 10,000 مشترك، والعدد عمال بيزيد. دوت بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل الصلاة الابراهيمية. دوت هو السر اللي خلاني اطلع دلوقتي واقول لكم الصلاة الابراهيمية فوائدها عظيمة جدا. دي تجربتي انا الشخصية معاه. انا بدأت السنة الجديدة وقلت يا رب دي تكون سنة عوض وخير وجبر ليا. قعدت ادور وابحث، لقيت في الصلاة الإبراهيمية الصيغة بتاعتها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللي بيقولها بيقين وباستمرار وعنده أمل في ربنا اللي إن شاء الله ربنا هيستجيب له الدعاء بتاعه، ربنا إن شاء الله بيوفقه في حياته كلها. بدأت اللي أنا أقول الصلاة الإبراهيمية وبعدين أدعي ربنا في النص، أقول أول حاجة الصلاة الإبراهيمية وبعد كده أدعي ربنا بالدعاء: اللهم يا رزاق ذو القوة المتين ارزقني ما أتمنى، اللهم يا رزاق ذو القوة المتين ارزقني ملايين المشتركين، وهكذا. وبعدين أنهي الدعاء بتاعي بالصلاة الإبراهيمية برضو، الصيغة بتاعتها لسه قايلها لكم في أول الفيديو. وبعد كده أروح قايلة دعاء عظيم جدا ما شفتش منه غير كل خير. دعاء بيقول: كريم رسول الله والله أكرم، وهل فقير بين الكريمين يحرم؟ في خلال 4 شهور أنا بقيت 10,000 مشترك، فضل طبعا من عند ربنا وكرم من عند ربنا، بفضل ربنا وبفضل إن في يقين إن الصلاة الإبراهيمية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بيها تتحقق المعجزات. ده مش كلامي، ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جه لواحد من الصحابة وقال له: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك النصف يا رسول الله، قال له: إن شئت فزد. وهكذا إلى أن وصل الرجل إنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إذن أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. فكان رد الرسول صلى الله عليه وسلم في النقطة دي واضح جدا، قال للراجل: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك، يكفى همك ويغفر ذنبك. يعني لو في اي حاجه الواحد شايل همها او حاجه نفسه فيها بتتحقق، ويغفر ذنبك يعني الذنوب كلها تتغفر، يعني زي الاستغفار كده بالظبط. قلت ليه ما نجربش وليه ما ناخدش بنصيحه الرسول صلى الله عليه وسلم. ودي كانت تجربتي مع الصلاه الابراهيميه. اتمنى تكونوا استفدتوا منها. للصلاه الابراهيميه بتتقال في اي وقت، اهم حاجه الاستمرار عليها. احنا لو عملنا لنفسنا ورد ثابت منها كل يوم، نشوف مثلا ساعه فاضيين فيها او وقت معين نقوله فيها، هنشوف منها كل خير. وندعي برضو بين الصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم، اكيد ربنا بيقبل الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين نقول الدعاء او الامنيه اللي احنا نفسنا فيها، وبعد كده ننهي كلامنا بالصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم مقبوله. بين صلاتين، الصلاة الأولى مقبولة على الرسول، الصلاة الأخيرة مقبولة على الرسول، وبينهم دعاء إن شاء الله ربنا يقبله. ونقول الدعاء العظيم اللي بيقول: كريم رسول الله والله أكرم، وهل فقير بين الكريمين يحرم؟ يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا. ده كان موضوعنا النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا. النهاردة في الفيديو في تحدي 100,000 لايك وما ذلك على الله بعزيز، فيا رب تشتركوا معانا فيه وتعملوا لايك، ما تبخلوش علينا باللايك، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.